السعادة مفهوم نسبي يتوقف على عدة عوامل، منها صحة الإنسان أو حصوله على المال، والحفاظ على العلاقات الأسرية، والأمان الوظيفي، والحريات السياسية. هناك أربع مؤشرات أساسية للسعادة في أي دولة أو في أي مجتمع كان. هذه المؤشرات هي المؤشرات السياسية والمؤشرات الاقتصادية والمؤشرات الاجتماعية ومؤشر الخدمات العامة. الكويت الخامسة عربيا من خلال دراسات عدتها الأمم المتحدة تخص السعادة حول العالم. الحرية اللي موجودة عندنا من البلد، ثانيا التنمية الاقتصادية والصحية، وأيضا جميع المقومات هذه أدت إلى الرفاهية. حكومتنا منقصرة، تعليم بلاش، الصحة بلاش، يعني الحمد لله موفر لنا كل شيء. ما في شيء يعني أكثر من هذا راح توفر الحكومة حق الشعب، يعني حمكة ما قصرت حكومتنا الرشيدة، أسأل الله يخليها لنا إن شاء الله ما يغير علينا. الحمد لله مع حكومتنا مع شعبنا، اللهم لك الحمد، كل الدنيا كلها مرتاحة، فعشان كذي الإنسان يمشي وهو مطمئن، ما عندنا أي مشكلة يعني. الكويت فيها الرعاية السكنية، فيها مثل ما تقول الرعاية الصحية، فيها الحمد لله عيالنا قاعد يدرسون مدارس نظيفة يعني وزينة. الحمد لله احنا بالكويت نتمتع بالحرية ونتمتع بالأمان والخدمات اللي تقدم حق المواطنين والمقيمين، ويا ربي لك الحمد، الله يتمم علينا أهل خير وديرة خير. معايير السعادة تختلف من دولة إلى أخرى ومن شعب إلى آخر، إلا أن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي من أهم العوامل المحددة لمستوى السعادة. المؤشر السياسي هو يعتبر من أهم المؤشرات الدالة على السعادة لدى المواطن في المجتمع، وهنا أقصد ما يتعلق بالحرية ومساحة الحرية المعطاة من قبل النظام السياسي للمواطن. المؤشر الثاني هو المؤشر الاقتصادي، وهنا أتحدث عن الرخاء والرفاه الاقتصادي ودخل الفرد والمستوى المعيشي للإنسان. كلما ارتفع المستوى المعيشي كلما زاد دخل الإنسان، كلما ارتبط هذا الإنسان بالسعادة بقدر أكبر يعني. رعاية سكنية وصحية وأمان وظيفي وحرية ديمقراطية جعلت من المواطن الكويتي أن يحتل المركز الخامس عربيا من ناحية السعادة. عبدالله الصفار، تلفزيون دولة الكويت.